دول حضرتك قلت موجودين. لي ان الزمالك بطبيعه الحال ممكن يبقى بعيد عن المنافسه على الدوري هذا الموسم، مين في رايك هيبقى اقرب للمنافسه على الدوري هذا الموسم؟ مين المؤهل للفوز بالدوري؟ الاهلي والزمالك. والزمالك برضه. هاي انت ما قلتليش بيراميدز، رغم ان انت من شويه برضه قلت لي انه عامل صفقات عظيمه جدا، بس هل ممكن؟ ما هو اصل انت في نقطه مهمه جدا. هو يفتقد الناحيه الجماهيريه والتاريخ والاسم الكبير جدا. ليه؟ لان الاهلي والزمالك، يمكن الاهلي وبقول والزمالك بيلعبوا مبارياتهم لانهم بيلعبوا على البطوله دايما وعاشوها كتير. بيراميدز ممكن يكسب الاهلي ويكسب الزمالك، بس ممكن تلاقيه خسر من اسوان، يتعادل مع الداخليه. يعني انت معايا؟ فهنا لا، هنا روح البطوله نفسها لازم تتوجد عند بيراميدز وتتولد عند بيراميدز، ان هم لازم يجيبوا بطوله ويتعودوا ان هم يجيبوا بطوله الدوري، انه ياخدوا بطوله الدوري. في وقت من الاوقات في الثمانينات المقاولين العرب خد الدوري من الاهلي والزمالك، فاصبح بيقدر ياخد دوري، وبعد كده خد كاس مصر، وبعد كده خد افريقيا. يعني انت فاهم القصه دي؟ دي الانديه اللي بتبقى صعبه. فانا بتكلم على بيراميدز، عندك من الامكانيات ان انت جبت الصفقات اللي اي نادي بيتمنى انه يجيب صفقات زي دي، لكن يفتقدوا روح البطوله، فلازم دي تتوقف.